سل في خلطه خلطه تاع الاعشاب دايرينها دي بروفيسور تاع لونيفرسيتي على راسهم فارس مزدور هكذا في اعشاب يطلعوا المناعه يعاونوا الجسم باه يدافع اكثر هكذا شيء مهم تشربوه يعاونكم في المناعه نتاعكم معناتها هذاك دو تروا جو تحس روحك باسكو بالتجربه الناس شربوه معنا هنا مره فريمون حاجه روعه المهم انتم اشربوه الطريقه العلاجيه هي 7 مغارف في النهار تاع قهوه في 24 ساعه 7 مغارف دوك فيه بوشويه تاع زقوق تاع واحد كمون ومليح كاين اللي ما يحملش 7 هكذا على الاقل اشرب 5 ولا 3 هكذا ديرها في راسك اشربوه مليح وهذا احسن كيما يقولوا هذا ماهوش دواء ولا مكمل غذائي ما راح يضرك ما راح يضرك لك حتى حاجه هكذا اسسنا وردونا بالخبر يومين ثلاثه ردونا بالخبر هكذا اشرب الصباح 11 الربعة 6 9 تاع الليل اشرب ليسونسيال هكذا ركزوا عليه وشربوا واش نشربوا دواكم ها يا ربي يجازيكم